الخلاصة تعريف المبتدا، تعريف الخبر، أقسام المبتدا. تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدا ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمرو جالس وما أشبهه، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت، وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، والله أعلم. تقول زيد قائم وتقول قام زيد، كيف تعرف زيد قائم؟ زيد كيف تعرفه؟ وكيف تعرف زيد في قام زيد؟ قام زيد زيد فاعل. لماذا عربت زيد فاعل وزيد مبتدع مع أن كل منهما مرفوع؟ زيد الأولى كانت خالية عن العوامل اللفظية، نعم. أما الثانية فهي سبقها عام اللفظي وهو الفعل. أحسنت، تمام، بارك الله فيك. الزيدان قائمان بندر آلب. نعم. الألف نيابة. نعم. والنون. نعم. خبر إيش؟ خبر أي شيء؟ خبر ممكن. نعم. صحيح. طيب. الزيدون قائمون. نعم. الزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفع. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالجد. نعم. علامة رفع الواو بدل الواو نيابة. الواو نيابة عن الضمة. نعم. لأنه. نعم. والنون الزيدون. عوض عن في الاسم المفرد. طيب قائمون. قائمون خبر مرفوع. خبر ايش؟ خبر المبتدا. نعم. مرفوع بالابتداء. لا مرفوع بالمبتدا. نعم. على مصرف عليه نيابة عن الضمة. والنون. والنون نيابة عن الضمة. نعم. كيف نعب التنوين؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب بارك الله فيك. هداية الله يعرف نحن قائمون. كمل مبتدأ ايش؟ نحن وعامله ابتداء فيه لأنه خالي من العوامل الفعلية. نعم. قائمون سوى بالجمع المؤنث السالمة. جمع مذكر سالم مرفوع بالابتداء مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو والنون عوضا عن التنوين. الواو نيابة عن ايش؟ عن الرفع. ها؟ عن الرفع. كيف؟ يعني الواو نيابة عن الرفع؟ هو مرفوع. كيف نيابة عن الرفع؟ لأن الضمة يجي على المبنيات. إذا النيابة عن ايش؟ عن الرفع. عن الضمة. هو مرفوع نيابة عن الضمة. ليش؟ عن الضمة ليش؟ لأنهما أسماء الخمسة. لأنه جمع مذكر وسالم. نعم. والنون. والنون عوضا عن في الاسم المفرد. طيب الله أمين. أنت قائم. أنت جميع.
نعم. وإيش؟ التلم. نعم. القائم خبر مبتدا مرفوع بالضم. كمل. مرفوع بإيش؟ قائم. إيه مرفوع بإيش؟ لا يا أخي. أنا أقصد ما سبب رفعه. لا. مرفوع بإيش؟ أي بالمبتدا. طيب. مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه. تمام. قوله أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، الإعراب على أن وحدها، هو إلى آخره تعرب جميع، فصار سبعة من الضمائر تعرب جميع، فتقول هي ضمير، هما ضمير، هم ضمير، هن ضمير. نعم. طيب نريد نمشي مشي، كملنا السطر الأول، بقى السطر الثاني. ها؟ ها؟ نعم. ها؟ يا الله هداية الله، أخذنا الصف الأول. إيه الصف. ها؟ يا بسام، بسام أخذ ولا ما أخذ؟ لا أنا أذكر أن أخذنا. مش خالد؟ من هنا؟ يعني بخاري ما أخذ شيء؟ وانت مخد. طيب نريد منك مبتدا وخبرا، ومبتداه ضمير غائب مثنى، مبتدا ضمير غائب مثنى. هما غائبان او حاضران؟ يصلح هما حاضرين إذا كنت تتحدث عنهما ولو كان حاضرين. طيب اعرف هما غائبان. هما ضمير منفصل. نعم. هما حاضران غائبان. غائبان. غائبان خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا. نعم. وعلامة رفعه الألف. كم الألف نيابة؟ نعم. لأنه والنون قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء. الخبر أيه ما كملنا. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع الفاعل والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وأظننا انتهينا من الإعراب أيضا. قال المؤلف: الخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة، هذا المفرد. والمراد بغير المفرد ما كان جملة أو شبه جملة. فما كان جملة فهو غير مفرد،
وما كان شبه جملة فهو غير مفرد. وما كان وما ليس بجملة ولا شبه جملة فهو مفرد. وعلى هذا فقولك الرجلان قائمان نقول إن الخبر مفرد، المسلمون قائمون الخبر مفرد، الخبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. أما إذا كان جملة أو شبه جملة فإنه يسمونه غير مفرد. يقول فالمفرد نحن زيد قائم، ولم يعرفه المؤلف اكتفاء بالمثال، لكن لو أنه قال زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون لكان أحسن، لأن المفرد هنا يشمل المفرد في باب الإعراب والمثنى والجمع. تقول الرجال قائمون الخبر مفرد، زيد قائم الخبر مفرد، الرجلان قائمان الخبر مفرد. لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، ليس جملة ولا شبه جملة. طيب المفرد يقول المؤلف أربعة أشياء: الجار ومجرور والظرف والفعل ما فاعل والمبتدا مع خبره. فالجار ومجرور والظرف شبه جملة، والمبتدا وخبره والفعل مع فاعله هذا جملة. طيب شبه الجملة تقول زيد في الدار، زيد مبتدا في الدار خبر، مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد لأنه جار ومجرور. فكلما كان الخبر جارا ومجرورا فهو غير مفرد. زيد في المسجد مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد. زيد على البعير غير مفرد. إذن كل خبر جار ومجرور فهو غير مفرد، كل خبر ظرف فهو غير مفرد. مثل زيد عندك فعند ظرف وهو الخبر وهو غير مفرد. زيد فوق السطح مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد. زيد أمام البيت. طيب زيد خلف الجدار غير مفرد لأنه ظرف. إذن كلما رأيت الخبر جار ومجرور فهو غير مفرد، وكلما رأيته ظرفا فهو غير مفرد. طيب زيد قام أبوه هذا غير مفرد أيضا لأنه فعل مع فاعله، فإذا رأيت الخبر فعلا وفاعلا فهو غير مفرد، غير مفرد. كذلك إذا رأيته فعل نائب فاعل فهو غير مفرد. تقول زيد أكل طعامه، نقول هذا غير مفرد لأنه من فعل ونائب فاعل، من فعل ونائب فاعل. أيضا زيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة، جاريته جارية مبتدأ وذاهبة خبر. فإذا كان الخبر مبتدأ وخبرا فهو غير مفرد. والخلاصة أنه إذا كان الخبر جار ومجرورا فهو غير مفرد، إذا كان ظرفا فهو غير مفرد، إذا كان فعلا وفاعلا أو فعلا ونائب فاعل فهو غير مفرد، إذا كان مبتدا وخبرا فهو غير مفرد. طيب لكن يسمي العلماء، علماء النحو
يسمون الظرف والجار المجرور يسمونه شبه جملة، ويسمون الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر يسمونه جملة. طيب، زيد خطه حسن، أين الخبر؟ خطه حسن جملة ولا مفرد؟ مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد. زيد بيته واسع، هذا أيضا غير مفرد. زيد سرق متاعه، غير مفرد، هذا أيضا غير مفرد، لأنه مكون من فعل ونائب فاعل، فعل ونائب فاعل. وعلى هذا فقص، على هذا فقص الإعراب. نقول زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى مترافقه ضمة ظاهرة في آخر، قائم خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلى مترافقه ضمة ظاهرة في آخر. طيب، الظرف جار مجرور، زيد في الدار، هو زيد مبتدأ في الدار، في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي وعلم جر كسر ظاهرة في آخر. والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن في الدار، كائن في الدار. حطوا بالكم يا جماعة، الجار المجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن، وظاهر كلام المؤلف أن الجار والمجرور نفسه هو الخبر، لأنه قال الجار والمجرور ولا قال متعلق الجار والمجرور، فظاهر كلامه أن تقول في الدار جار ومجرور خبر مبتدأ وبس. لكن البصريين يقولون لا بد لكل جار أو ظرف من متعلق، ولهذا قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. طيب، الظرف زيد عندك، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى مترفعه ضمة ظاهرة في آخر، عند ظرف منصوب على الظرفية وعلى مترصبه فتح ظاهرة في آخر، عند مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. ليش كنا مبني على الفتح؟ لأن كل الضمائر مبنية، كل الضمائر، فالكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر. على رأي المؤلف نقول الظرف هو الخبر، وعلى الرأي الثاني يقول والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مبتدأ. كذا متفاهم؟ ها؟ طيب، زيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى مدرفه ضمة ظاهرة في آخر، قام فعل ماضي مبني على الفتح، أبوه فاعل مرفوع وعلى مترفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف والها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. ماذا نقول في الخبر؟ نقول والفعل والفاعل خبر مبتدأ، الفعل والفاعل خبر المبتدأ، لكن لابد نقول في محل رفع، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. طيب، زيد جارية ذاهبة، زيد مبتدأ مرفوع في الابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر، جارية مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر،
جارية مضاف والها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. طيب ذاهبة خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني مرفوع بإيش؟ بالابتداء. ليش؟ لأنه خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، معلوم الآن؟ طيب زيد خطه حسن، نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، خط مبتدأ ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، خط مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، حسن خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره إيش؟ في محل رفع خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. تمام؟ طيب خلاصة الدرس الآن أن الخبر ينقسم إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، غير مفرد ما كان جملة أو شبه جملة، وهو أربعة أشياء: الجر والمجرور والظرف والفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل، والمبتدأ مع الخبر. والله أعلم. نعم. نعم. من مراد بالمفرد هنا؟ مراد به قول مفرد مثل زيد، مثل زيداني، مثل زيدون، يعني هو ما لم يكن جملة، جملة أو شبه جملة ولا شبه جملة. طيب وغير المفرد؟ هنا غير المفرد أربعة أشياء. نعم. الجملة وشبه الجملة، الجملة وشبه الجملة صار اثنين بس. ما حفظت الظاهر، ما غيبت؟ ما حفظت. اي طيب اربعة اشياء. نعم. طيب مثال يا امين. الجار المجرور وغيرها ما تأتي بشيء من عندك؟ هي محمد في المدرسة. طيب الثاني لا، النوع الثاني يبقى أربعة أشياء. مثال الظرف: أنت من أصحاب الكرة، الكرة تحت الكرسي. طيب الثالث: الفعل مع فاعله. الفعل مع فاعله مثاله: عمرو قام أبوه. اللي عندنا زيد قام أبوه، أنت ما غيرت إلا عمرو إلا زيد، أعطنا غيره. العم قريب من الأب. طيب لا بأس. الرابع: الرابع مبتدع من خبره. محمد، 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 محمد زيد ايش؟ محمد. ها؟ اسمه مو لازم محمد، هات غيره، هات غير العلم. طيب
المسجد رحبته واسعة. ممكن هذا؟ المسجد رحبته واسعة. طيب، الآن عرفنا أن غير المفرد أربعة أشياء كما قال المؤلف رحمه الله: الجار المجرور والظرف والفعل مع فاعل. نحن زدنا واحدا وهو الفعل مع نائب الفاعل. طيب، والمبتدا مع الخبر، المبتدا مع الخبر. فلنرجع الآن إلى الإعراب، إلى الإعراب. أعرب من نحن نوقف عليه، ها؟ خالد، أعرب محمد في المسجد. محمد مبتدا مرفوع من ابتداء وعلى صفحه الضمة الظاهرة على آخره. في المسجد، في المسجد، المسجد جار مجرور. ما يمكن تفصل؟ في حرف جر. نعم. المسجد اسم مجرور بفي وعلى مبتدئه الكسر الظاهر على آخره. والجار المجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن في المسجد. كائن في المسجد. والجملة من الجار المجرور. لا لا، بس طيب. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن نأخذ الآن النواسخ، العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ويسميها بعض العلماء النواسخ. وسيكون أيضا إعراب حتى بعد النسخ، يعني حتى بعد تغير المبتدأ والخبر. ولهذا الخبر غير المفرد أربعة أشياء: الجار المجرور والظرف والفعل مع فاعله أو نائبه والمبتدا مع الخبر. طيب، المبتدا والخبر كلاهما مرفوع، أليس كذلك؟ المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، لكن هناك عوامل، عوامل إذا دخلت على المبتدا والخبر غيرتهما. من العوامل ما يغير الخبر ويبقي المبتدا على مرفوعا، ومن العوامل ما يغير المبتدا ويجعل الخبر مرفوعا، هذا عكس، ها؟ ومن العوامل ما يغيرهما جميعا المبتدا والخبر. عرفتم؟ إذن العوامل مع الأصل أربعة أشياء: رفعهما ونصبهما، ورفع الأول ونصب الثاني، ونصب الأول ورفع الثاني. وبهذا تتم العوامل وعدم العوامل. إذا لم يكن هناك عامل، الرفع يرفع المبتدأ والخبر، فتقول زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. العوامل ثلاث أقسام: قسم يغير المبتدا، وقسم يغير الخبر، وقسم يغير المبتدا والخبر. القسم الذي يغير الخبر دون المبتدا كان واخواته، ولهذا قال المؤلف: باب العوامل الداخله على المبتدا والخبر، وهي ثلاثه اشياء: كان واخواته، وان واخواته، وظن واخواته. يطلق علماء النحو الاخوات، أخوات العامل، على العوامل التي تعمل عمله. ولما هناك أخ شقيق وأخ لأب؟ أولى، ما في. لكن إذا كان العامل يعمل عملا يشابه، يعني هو عمل العامل الآخر، سمي أخا له. نعم، اجتماعنا في العمل. كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم
وتنصب الخبر، يعني أن المبتدا يبقى مرفوعا والخبر يكون منصوبا. فإذا قلت زيد قائم كلاهما مرفوع لأنه لم يدخل عليه معانا، أدخل كان تقول كان زيد قائما. شوف اللي عملت أنها نصبت الخبر. المبتدا هل هي رفعت أو أن الرفع كان من قبل، يعني فيقال إن كان لم تؤثر في المبتدا شيئا لأنه مرفوع من قبل، أو يقال إنها أثرت فيه فانسلخ الحكم الأول وهو رفعه بالابتداء إلى الحكم الثاني وهو رفعه بكان. المؤلف يقول ترفع الاسم، ترفع الاسم، ولم يقل تبقي الاسم مرفوعا. لو قال تبقيه مرفوعا لقلنا إن العمل لغيرها، لكن قال ترفع، إذن فهي قد أثرت فيه، أثرت فيه. ولهذا نقول كان زيد قائما، كان فعل ماض وزيد اسمها مرفوع بها، ما نقول مرفوع بالابتداء. إذن هي أثرت فيه ولا لا؟ أثرت فيه، لأن نقول مرفوع بها وعلمتها في ضمة ظاهرة في آخره، قائما خبرها منصوب بها وعلمت نصب فتحة ظاهرة في آخره. انظر في القرآن، قال الله تعالى والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، الله مبتدأ وغفور خبر. وقال تعالى وكان الله غفورا، تغير، الله مرفوع، غفورا منصوب. ما الذي جعله هكذا؟ دخول كان. إذن يا جماعة كان ترفع الاسم ايش وتنصب الخبر. مثاله كان زيد قائما، نقول كان فعل ماض ناقص، ناقص. ليش ناقص؟ لأنها لا تكتفي بمرفوعه، لا تكتفي بالمرفوع. إذا قلت كان زيد لازم نتوقع شيء، فلهذا سميت ناقصة. زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، قائما خبرها منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. عرفتم يا جماعة؟ طيب، لو قال قائل كان زيد قائم، قلنا هذا خطأ، كان كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. قال الثاني كان زيدا قائم، خطأ. قال الثالث كان زيدا قائما، خطأ. لا بد أن تقول كان زيد قائما، لأن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب كان أخاك قائم، كيف؟ كان أخاك قائم، هذا خطأ، خطأ، لأنك يعني عكست الآن. إذن ماذا تقول؟ كان أخوك قائما، كان أخوك قائما. طيب كان المسلمون أتقياء، صح؟ كان المسلمين أتقياء، خطأ. كان المسلمين أتقياء، خطأ. كان المسلمون أتقياء، خطأ. الصواب إذن كان المسلمون أتقياء. طيب يقول فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان. كان مثاله كان زيد قائما، كان المطر نازلا. طيب أمس الجو باردا،
أمس الجو باردا. طيب لو قلت أمس الجو بارد خطأ، أمس الجو باردا خطأ، لا بد أن أقول أمس الجو باردا. طيب أصبح مثل نقول أصبح الجو باردا، إذا نقول هناك أمس الجو حار. أحسن، نعم، لأن الجو في آخر النهار يكون حارا، في أول النهار يكون باردا. إذا أصبح الجو باردا، أمس الجو حارا. أضحى، أضحت الشمس بازغة، أضحت الشمس بازغة، أضحت الشمس بازغة. طيب أضحت الشمس بازغة خطأ، أضحت الشمس بازغة خطأ، كل الثلاث خطأ. الصواب أصبحت أضحت الشمس بازغة. طيب ظل، ظل، فظل بالضاء المشالة، المشالة بالضاء المشالة، المشالة اللي مشهور وسطية، معصى، ما سمعت بهذا. العلماء يقول بالضاء المشالة لأن الضاد النبرة اللي فيها قصيرة ما شالتها، أما هذه ترفع، ترفعها بالضاء المشالة. ظل وجهه مسودا احترازا من الضاد، من الضاد، فإنها ليست من أخوات كان، من أخوات كان. طيب مثاله ظل زيد واقفا، ها صحيح، ظل المطر نازلا، ظل المطر ينزل، ها ينزل يا اخوان مرفوع، لان الخبر هنا جمله، ها. طيب في محل نصب. طيب اما ظل بالضاد التي من الضلال فانها لا ترفع المبتدا والخبر، لا ترفع المبتدا ولا تنصب الخبر، بل لها فاعل فقط، تقول ظل الرجل سبيل الحرب، ظل، بات، بات الحارس نائما، ها ما بحارس جيد، المهم بات الحارس نائما صح ولا بات الحارس نائم خطأ؟ نعم. لكن لو جاءك صبيك وقال يا بابا بات الحارس نائم، أقول جيد، لأن الحارس أخطأ فأخطأنا في إعرابه، صح؟ أين؟ طيب على كل حال صواب العبارة أن تقول بات الحارس نائما كذا، وإن شئت الأصح في المعنى أيضا بات الحارس يقظا، تمام. طيب صار، صار أيضا تنصب، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، تقول صار الخزف إناء، صار الخزف إناء، الخزف الطين المشوي إناء، صار الطين إبريقا كما مثل به النحويون، صار الطين إبريقا، صار الغراب حمامة، لا يقولون إن الغراب أراد أن يقلد الحمامة في المشي فمشى خطوات وعجز أن يقلدها، ثم أراد أن يرجع إلى مشيه الأول فإذا هو قد ضيعها، ولهذا يضرب به المثل فيقال ضيع مشيه ومشي الحمامة،
لأنه لا عرف مشي الأول ولا استطاع أن يقلد مشي حمامه. طيب إذن كيف نقول صار الطين صار الغراب حمامة؟ صار الغراب حمامة، صار الغراب حمامة خرق. طيب ليس أيضا من أخوات كان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. نعم تقول ليس البر أن تمنع إحسانك عن أبيك، صح؟ صحيح. طيب لكن في إشكال في القرآن، ليس البر أن تولوا، ليس البر أن تولوا، وأنتم تقولون إن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهنا البر منصوب. يقول العلماء إنه قد يقدم الخبر على الاسم، قد يقدم الخبر على اسم، قد تقول كان قائما زيد، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا، يعني قد يقدم الخبر. فليس البر أن تولوا، هذا من تقديم الخبر، يعني ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب هو البر. طيب ليس، تقول ليس 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 الطالب مهملا، صح؟ طيب ليس الطالب مهملا، ليس الطالب مهمل، ليس الطالب مهملا، صحيح؟ طيب يقول وما زال، ما زال أيضا من أخوات كان، قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. يزالون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو اسم يزال، ما نقول الواو فاعل لأن يزال هنا داخل على المبتدأ وخبر، فيكون المبتدأ اسما له، مختلفين خبره منصوب بها وعن تنصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب لا يزال المطر نازلا، صح؟ طيب يقول المطر اسمها ونازلا خبره. طيب وما زال، المؤلف قال وما زال، يعني لا بد يكون فيها ما أو ما يقوم مقامها من أدوات النفي، ما أو ما يقوم مقامه من أدوات النفي. طيب من فك، من فك، من فك يعني لم يزل كذلك، معنى من فك يعني لم يزل على هذه الحال. تقول من فك الرجل غاضبا، صح؟ يعني لم يزل غضبان. من فك الرجل غاضب، مهديكم، من فك الرجل غاضب خطأ. طيب من فك الرجل غاضب، من فك الرجل غاضبا، الصواب من فك الرجل غاضبا. فإذا سمعت واحد يقول من فك الرجل غاضب قل خطأ، فإذا قال إذن من فك الرجل غاضبا قل أخطأت مرة ثانية، يقول إذن من فك الرجل غاضب يقول أخطأت مرة ثالثة، وش باقي؟ الرابع، ما في الله، من فك الرجل غاضبا، حينئذ أقول صبر. طيب وما فتئ، وما فتئ يعني معنى ما فتئ يعني ما زال، ما فتئ نادما، ما فتئ نادما يعني لم يزل نادما. من فك الرجل نادما، نقول الرجل
اسم ينفك ونادما خبره يجب هكذا. فلو أنك قلت من فك الرجل نادما لقلنا من فك الرجل نادما لقلنا خطأ، ولو قلت من فك الرجل نادم لقلنا خطأ، ولو قلت من فك الرجل نادم لقلنا خطأ. فإذا قلت من فك الرجل نادما هذا صحيح. طيب، وما فجأ وما برح لا مات وما برح ما برح أيضا مثله. تقول ما برح زيد صائما، ما برح زيد صائما، ما برح زيد صائما صحيح. وتقول ما برح زيد صائم، ما برح زيدا صائم، ما برح زيدا صائما. الصواب ما برح زيد صائم. طيب، عندنا أنا أربعة أفعال: زال وانفك وفتح وبرح. هذه الأربعة تسمى أفعال الاستمرار، تسمى أفعال الاستمرار، لأنك إذا قلت من فك يفعل كذا معناه إيش؟ مستمر. ما زال يفعل كذا يعني مستمر، فتسمى أفعال الاستمرار. ولا تعمل عمل كان إلا بشرط أن يقترن بها نفي أو شبه نفي. لا تعمل عمل كان إلا بشرط أن يقترن بها نفي أو شبه نفي. مثلا قول المؤلف ماذا، هل وش اقترن فيها؟ ما نافي، ما نافي. وزال فعل ماضي يعمل عمل كان يرفع المبتدا وينصب الخبر. طيب، لو حذفت ما واتيت بدلا عنها بلا فقلت لا زال يفعل كذا، صحيح؟ ها؟ نعم، هذا نفي، نفي يصح. طيب، لو انك حذفت لا وأتيت بلن فقلت لن يزال، يصح؟ لو حذفت لن وأتيت بدلا عنها بلم بالميم يصح، لأن هذه للنفي. واضح يا جماعة؟ إذن هذه الأفعال الأربعة لها اسم خاص وهي أفعال الاستمرار، لعملها عمل كان شرط خاص بها أن يسبقها نفي أو شبه، يسبقها نفي أو شبه، لا أن يسبقها نفي أو شبه. هذه الأربعة قال ابن مالك رحمه الله: وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ها؟ مضارعها كماضيها. نعم، بيجينا إن شاء الله. العوامل الداخلة على المبتدا والخبر، وذكر المؤلف أنها ثلاث أنواع: كان وأخواته، وإن وأخواته، وظن وظنت وأخواته. كان وأخواته ترفع المبتدا وتنصب الخبر. فإذا قلت زيد قائم دخلت كان
وجب أن يقال كان زيد قائما، كان زيد قائما. طيب، وذكر كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، كم هذه؟ ثمانية. اشترطنا في ظل أن تكون بمعنى صار، أن تكون ظل بمعنى صار، كقوله ظل وجهه مسودا. وأما ظل عن الطريق اللي هي من أخوات الصاد فإنها ليست كذلك. طيب، ظل، قال المؤلف وما زال ومن فك وما فتئ وما برح، كم هذه؟ أربعة. هذه الأربعة لا بد أن يسبقها نفي أو شبهه، لا بد أن يسبقها خالد نفي أو شبه. النفي سواء بما أو لا أو لم، تقول ما زال المطر نازلا، ولا يزال المطر نازلا، ولن يزال المطر نازلا. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، وقال تعالى عن قوم موسى لن نبرح عليهم عاكفين، لن نبرح. وتقول ما زال المطر نازلا. طيب، أربعة لا بد فيها من سبق النفي أو شبه النفي، بما أو لا أو لن. شبه النفي النهي، النهي مثل أن تقول لا تبرح مجتهدا أو لا تزل مجتهدا، هذا شبه النفي. بقي عندنا واحدة وهي الثالثة عشرة، وما دام، ما دام، ما دام هذه يشترط أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية، أما دام وحدها فليس من أقوال الكلام. لو قلت دام المطر خلاص دام المطر، إذ تريد أن تحولها إلى أقوال كان أدخل عليها ما المصدرية الظرفية، فتقول ما لا لا أخرج من البيت ما دام المطر نازلا، لا أخرج من البيت ما دام المطر نازلا. هذه ما تسمى ما المصدرية الظرفية، لأنها تحول الفعل إلى مصدر مسبوق بمدة، ومدة ظرف. فتقول مثلا لا أخرج من البيت ما دام المطر نازل، أي مدة دوام نزول المطر، مدة دوام نزول المطر. فلهذا نسمي ما هنا إيش؟ مصدرية ظرفية. مصدرية لأنها تحول الفعل إلى مصدر، ظرفية لأنها تقدر بمدة، مدة دوام. قال الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوام حي. هذه الأدوات الثلاثة عشرة منها ما يعمل بلا شرط ومنها ما يعمل بشرط. الذي يعمل بشرط ظل يشترط أن تكون بمعنى صجر، فتئ، زال، برح، انفك تشترط ايش؟ ان يسبقها نفي او شبه. دام يشترط ان تسبقها ما المصدرية الظرفية، تمام؟ طيب، يقول وما تصرف منها، يعني ما تصرف من هذه الافعال فله حكم. وش معنى تصرف؟ يعني تغير، كان اجعلها مضارعا، اجعلها امرا كن. ولهذا قال نحن كان،
نحو كان هذه مثال لكان الماضي ويكون مضارع وكن للأمر وأصبح للماضي ويصبح مضارع وأصبح للأمر. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. يعني ما أشبه ذلك فهو حلو. كان زيد قائما، الإعراب كان فعل ماضي ناقص، كان فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة آخره. قائما خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ليس عمرو شاخصا، يقول ليس فعل ماض ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. عمرو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. شاخصا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ليس أبوك عمرا، ليس أبوك عمرا، ليس فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أبو اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه واو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. عمرا خبر ليس منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. واضح؟ طيب الآن فهمنا كان وأخواتها تبلغ 13 أداة أو 14، 13. هذه الأدوات منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بلا شرط. الذي يعمل بشرط ظل، فات، أضحى، أصبح، ظل، فتئ، فرح، فك، زاد، دام. ستة. اي نعم ستة. ظل يشترط فيها ان تكون بمعنى صار. فتئ، برح، انفك، زال. انفك دامنا هتنا فيها او شبه. دام ان يتقدمها ما المصدريه الظرفيه. طيب ناخذ الان امثله بالترتيب. نبدا كان المسجل سليما. نعم يرفع. نعم اسمها مرفوع بها. نعم سليم. سليما ما صح سليم. تمام. طيب تمام تاخذ ولا جرب. طيب ما زال المطر نازلا. لا ما نافي. ما زال فعل ماضي ناقص. نعم يرفع المبتدا المطر. اسم زال مرفوع مرفوع بها
وعلى مقرب نازلا خبره منصوب بها أي وعلى متنصبه تمام كتب على أول حال يلا خالد ولا يزالون مختلفين نعم الواو بحسب ما قلنا لا نعم نعم ناقص يرفع من كده وانظر مرفوع وانظر به ثبوت ايه والواو اسمه احسنت مختلفين خبرهم مرفوع هيك اربع خبر هنا ايه مختلفين خبر منصوب بها الياء نعم وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه كم ماشي مش لأنه ليش عجيبوا جماعة جم مذكر سالم لأنه جم مذكر سالم عن التنويف الاسم المفرد لن نبرح عليه عاكفين لن خطأ خطأ من عظيم فاتح لن أدت نفي ايه هرب نفي وإيش ونصب ونصب وجزم جمعت بين الضدين سبحان الله ما هو صحيح هي الآن ثلاثة في ثلاثة تسعة تجي من تسعة أشكال الله يهديك ما أبطل أخينا فيه هذه من النواصل لأن حرف نفي ونصف بقى واحد لا ما تخلي ما تقدر هذا الكلام يعني لا تقدر هذا واستقبال طيب لأن حرف نفي واسق واستقبال يلا نبرح نبرح فعل الماضي المذكور فعل نبرح فعل الماضي فعل المضارع ها؟ ولا يمكن لن تدخل على الماضي أبدا استمع لها ما يمكن ما يمكن تقول لن ضرب نبرح فعل المضارع مرفوع حكم المضارع لا اله الا الله انت تولى حرف نصب كيف تقول مرفوع فعل المضارع منصوب لنا منصوب لنا منصوب لنا طيب وهو ناقص هو فعل ناقص ايش يعمل يرفع الاسم وينصب الخبر تمام عليه اين اسمها أنا ظنيت إنك لو ودي نسيبه من الرضاع ما تعرف النحو ها ما رجع ها وصل ما رجع أين اسم نبرح انتهينا من نبرح ولا خلاص الآن نبي اسم نبرح اسمه علي 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 جامع مجرور ما يمكن نصر أبدا نقول في الأخ المصر لأن نبرح أي نحن مستثر وجوبا تقديره طيب عليه
عاكفين خبر لن فين الأخبار؟ أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. خبر نبرح منصوب. منصوب بها بها وعليها من تنصبه حاكفين فتح ظهر على ها؟ متأكد؟ هذا جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم ينصب بإيش؟ طيب إذا عاكفين خبر نبرح منصوب بها وعن نصبه الياء نيابة عن إيش؟ الفتح لأنه جمع مذكر سالم وعن عوض عن أحسنت. طيب إن وأخواته نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن كان وأخواتها 13 أداة، صح؟ 13 أداة. وأنها ترفع المبتدا وتنصب الخبر. إن وأخواتها 6 أدوات فقط، 6 أدوات فقط، وكلها حروف. وأما كان وأخواتها فكلها أفعال، هذه كلها حروف، وهي تنصب المبتدا وترفع الخبر عكس كان وأخواتها. إذن الفرق: إن وأخواتها حروف، وكان وأخواتها أفعال. إن وأخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر، وكان وأخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر، فهما متضادان في العمل. يقول المؤلف: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. تنصب الاسم اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. كم هذه؟ 6. إن وأن واحدة، يعني معناها تفيد التوكيد، لكن الفرق بينهما أن إن بالكسر وأن بالفتح، ولكل منهما موضع، فأن لها مواضع تكون في موضع، وإن تكون في موضع. طيب، لكن تقول: لم يقم زيد لكنه جالس، وتقول: قام عمرو لكن زيدا قاعد، فتنصب المبتدا نعم وترفع الخبر. كأن تقول: كأن زيدا بحر، يعني في الكرم، كأن زيدا بحر، فزيد منصوب وبحر مرفوع. وليت زيدا، أو ليت الطالب فاهم، ليت الطالب فاهم. لعل المطر ينزل، لعل المطر ينزل، هذا ترجي
ترجو أنه ينزل، وتقول لعل زيدا هالك، ما ترجو أن يكون هالكا لكن تتوقع أن يهلك. نعم، لعل الثمر يفسد من شدة الحر، فهنا هل ترجو أن يفسد الثمر ولكن تتوقع. طيب، نأخذ أمثلة الأدوات. تقول إن النحو يسير، أو إن علم النحو يسير، صح؟ صحيح. لو قلت إن علم النحو يسيرا، خطأ. لو قلت إن علم النحو يسيرا، طيب، لو قلت إن علم النحو يسير، خطأ، صح؟ طيب، العامة بعضهم إذا أذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله، خطأ. ما الصواب؟ أن محمد رسول الله، ولا تقول أن محمد رسول الله، هذا ما عملت أن، لابد تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب، أن علمت أن الطالب فاهم، صح؟ طيب، هنا أن مفتوحة لأنها وقعت بعد علم، فإذا وقعت إن أو أن محل الفاعل أو المفعول أو المجرور فهي بفتح الهمزة، هذا الضابط. إذا وقعت محل الفاعل أو المفعول أو المجرور فهي مفتوحة الهمزة. طيب، يعجبني أنك فاهم، هذه في محل الفاعل، يعني يعجبني فهمك. علمت أنك قائم، هذه محل مفعول، يعني علمت قيامك. علمت بأنك فاهم، هذه محل مجرور. فإذا وقعت إن في محل الفاعل أو المفعول أو المجرور فهي بفتح الهمزة، وإلا فهي بكسر الهمزة. قال ابن مالك وهمزة إن نفتح لسد مصدر نسدها وفي سوى ذاك كسري، ولا تسد مسد المصدر إلا إذا صارت في محل الفاعل أو المفعول أو المجرور. طيب، المثال لكن تقول ما قام زيد لكنه قاعد، أين اسمها؟ الضمير لكنه، وقاعد خبرها. ما قدم زيد لكن عمرا هو القادم، ها، صح؟ لكن عمرا منصوب، هو القادم خبر. كأن، قال الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. كأنهم، أين الاسم؟ الضمير. لم يلبثوا، هذا الخبر. وتقول كأن زيدا بحر، كأن زيدا بحر، زيدا اسمها وبحر خبره. وليت التلميذ ناجحا، ليت التلميذ ناجحا، خطأ. ليش؟ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن اعكس، تقول ليت التلميذ ناجح، صحيح؟ فكر، صحيح؟ طيب، لعل تقول
لعل التلميذ ناجح، لعل التلميذ ناجح، صح؟ ما الفرق بين لعل وليس؟ ليت للتمني ولعل للترجي، والفرق بينهما أن التمني طلب ما فيه عسر أو متعذر، يعني أنه متعذر أو متعسر. فقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا متعذر؟ ما يمكن، ما يمكن. وقول الفقير ليت المال لي فأتصدق به، هذا متعسر. أما الرجاء فإنه طلب ما يسهل حصوله، يعني طلب شيء يمكن حصوله بسهولة، مثل أن تقول لعل زيدا يقدم غدا وأنت تعرف أنه قريب المجيء غدا، لعل زيدا يقدم غدا. طيب هذا نسميه إيش؟ ترجي. التوقع أن تقول لعل الثمر يفسد من شدة الحر، هذا توقع ولا ترجي؟ توقع، لأنه ما حد يترجي أن يفسد الثمر لكن يتوقع. هذه ستة أدوات، ست أدوات عملها واحد ومعناها مختلف، اثنان معناهما واحد وهما إن وأن، ولهذا قال المؤلف ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. واضح؟ أظنها أيضا الحمد لله سهلة، هي أسهل من كان وأخواته وأخواته، لأنها أقل وليس فيها شروط، سهلة. فبناء على ذلك ممكن أن نأخذ الآن إعرابا، فنبدأ بالسطر الثالث. نعم نعم. أو المجهول. ممكن ممكن هي حتى على الذي قلنا الآن ما هو على سبيل الحصر، ما هي على سبيل الحصر، قد تفتح في غير هذا، لكن هذا هو كثير. نعم ما استطيع، اما اذا يعني نقول اذا وقعت فاعلا مفعولا به او مجرورا ربما تقع، اذا احنا اعطينا قاعده لابد ان تكون مضطربه. طيب من وقفنا عليه؟ من اوله، السطر الثالث من اوله. من يلا اعرف. إن الله غفور رحيم، جديد. طيب ما في مال، حاول. إن أداة، أداة توكيد، تنصب المبتدا الخبر. طيب إن الله غفور رحيم، الاسم الكريم الله، اسم الكريم الله فاعل، لا نعم فاعل. كمل عن اسم ايش؟ نعم خطأ خطأ. منصوب بايش؟ منصوب بإنه. طيب اسم وعلمت نصبه فتح طائف. نعم غفور خبر إنه مرفوع عن طرف ايضا بايش؟ مرفوع بإن. طيب خبر إن مرفوع بها، وانا مدافعه ورحيم خبر ثاني. نعم مرفوع على مدافع ضمن ظهر في آخر. يلا يا احمد. نعم يلا يا احمد، او انت اخذ. طيب بعده أخذت. طيب كأن المطر
لؤلؤ، كأن المطر لؤلؤ. نعم المطر اسمه منصوب بها لؤلؤ، خبرها مرفوعا بها وعلى حفاظها. نعم يلا. قال الله تعالى: اعلموا ان الله شديد العقاب. ان الله شديد العقاب نعم. نعم. أن الله جلال الله منصوب اسمها منصوب وعلامة تصديره منصوب بها وعلامة تصديره قد تظاهر على أخوه. نعم. إن الله شديد العقاب. شديد شديد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بها. قل هذا. نعم. مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب وأن الله غفور رحيم. خبر ثاني. الواو. الواو حرف عطف. نعم. الآية. وأن الله غفور رحيم. وأن الله. حرف تأكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. أن الله غفور رحيم. غفور. الله. أن الله. لفظ الجلالة. اسم اسمه اسمها منصوب وعلى مقصده منصوب بها اسمها منصوب بها وعلى مقصده الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. الله غفور غفور خبرها منصوب خبرها منصوب بها وعلى مقصده الضم الظاهرة على آخره. نعم. رحيم خبر ثاني. نعم. مرفوع وعلى مرفوع عندها وعلى مرفوع صغير على أحسن. طيب متى تفتح همزة إن؟ تفتح ثلاث مواضع من جهة معنى الفاعل والله الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب مثالها حدث من الفاعل المفعول أن زيد قائم. نعم نعم هنفع. علم محمد أن زيد قائم. هي بس المثال بس حتى محمد بدل ضمير هو العلم. لا إيه هو العلم لكن أنا ما سجل نفس الفعل. وجبني أنك يعجبني أنك ذاهب أن يعجبني فهم. طيب محل المفعول يا خالد. نعم. علمت أنك قائم يعني علمت قيامك. صح. أجار مجهور. ها قال عبد الله بن شهدت بأن وعد الله حق. نعم شهدت بأن وعد الله حق. طيب أحسنت. الإعراء على من؟ ليت المطر نازل. نصب ايش؟ نعم وارفع الخبر. نعم 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 مرفوع منصوب بها تنصب الاسم نازل خبرها مرفوع بها ولا تنصب الاسم. طيب فعله أمس الجو باردا. أمس الجو باردا. نعم. صوت كامل. ها؟ من صوت كامل. نعم. والجو ينزل. وش يعمل؟
يرفع المبتدا ويصل الخبر. نعم. الجو اسمها مرفوع بها وعلم ترفع ضم الظاهر على وبارد الخبر خبرها منصوب بها وعلم نصب فتح الظاهر على صح. لو قال لو قال أمس الجو باردا لماذا؟ لأن اسمها يكون مرفوع وهذا نصبه. طيب أمس الجو بارد من أي وجه؟ لأنه طلب الاسم والخبر الاسم هو الذي يعني خطأ في نصب الاسم وهو مرفوع وخطأ في رفع الخبر وهو منصوب. تمام خلاص باقي. طيب نبدأ ناخذ عندك. يقول لعل الجوع أصابا لعل الجوع يصيبني أحسن يصيبني لعل الجوع يصيبني ترجع انه يصيب في الجوع حرف توقع. نعم اصبر شامع. نعم صح. وانا بنصبه طيب يصيبني انت تفر من الجوع. نعم ضمير ايش هو؟ ضمير منفصل ولا متصل؟ منصوب لا ولا عندنا عند منصوب بفعل لا منصوب بيا ليش ليش لأي شيء في عام زي ليصيب. نعم ضمير متصل بها السكون في محل نصب ليصيب. نريد خبر لعل جملة هنا جملة من ذلك الفعل في محل رفع خبر لعل. طيب هنا الخبر جملة ولا مفرد؟ خبر جملة. تمام لعلي لعلي أبلغ الأسباب الجملة التي تتعلق بها الخبر والعلم.
توافقونه؟ نعم. طيب ما الفرق بين لعل وليت يا ابراهيم؟ ليت للتمني. نعم. ولعل يكون التوقع والترجي. هذه يعني لعل. ما الفرق بين الترجي والتمني؟ التمني هو الذي لا يمكن حصوله. أو؟ أو صعب حصوله. طيب. ترجل. نعم. قد يحصل. وقد. وأيهما أقرب؟ قد حصل. إيه نعم. طيب. يجوز الفائدة أن يريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدا. يجوز أن تقدم الخبر على المبتدا. في هذه وفي هذه. فتقول. كان قائما زيد، كان قائما زيد، صح؟ وأصله كان زيد قائم. يجوز أن تقدم. فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط، لأنه بناء على القاعدة اللي مرت علينا إن الاسم مرفوع والخبر منصوب، فإذا قال كان قائما زيد قد يقول الإنسان لما أدري أنه يجوز تقديم الخبر، قد يقول هذا الخطأ.